انا دكتوره نجلاء عبد الفتاح، اخصائي الجلديه والليزر والتجميل بعيادات لومير. امتى نكون محتاجين فراكشنال ليزر؟ نكون محتاجين فراكشنال ليزر عشان نزود انتاج الكولاجين في الطبقات العميقه من الجلد، عشان نوصل لطبقه تكون احسن ومشدوده ونضره من البشره. عشان كده احنا بنستخدم تقنيه الفراكشنال ليزر في اثار الندبات وحب الشباب والجروح والحروق العميقه من الجلد، عشان نوصل لطبقه جديده من الجلد تكون مشدوده واحسن. طبعا طريقه العلاج ومده العلاج بتختلف من حاله للتانيه. كمان احنا ممكن نستخدم تقنيه الفراكشنال ليزر مع البلازما في نفس الجلسه عشان نسرع او نحفز انتاج الكولاجين بطريقه مضاعفه، عشان نوصل لاحسن نتيجه باسرع وقت ممكن. بعد الجلسه لازم اهم حاجه ان احنا نلتزم بالتعليمات اللي احنا بناخدها، واهمها الالتزام بواقي الشمس وعدم التعرض المباشر لاشعه الشمس. شكرا جزيلا.